تذمر عدد من طلاب وطالبات كلية لينكولن بمحافظة الأفلاج من قرار إغلاق الكلية وحرمان الطلاب والطالبات من الدراسة مع قرب الاختبارات النهائية. أوضح عميد كلية لينكولن للبنين بول بيري أن الكلية غير قادرة على الاستمرار لقلة عدد الطلاب والطالبات المسجلين فيها، وكشف أنه لا يوجد اختبارات نهائية وسيحصل كل الطلاب على شهادة تبين نسبة الحضور والتحصيل الأكاديمي اللي حصلوا عليه أثناء دراستهم في الكلية. للتعليق على هذا الموضوع معي مباشرة من جدة المستشار القانوني ورئيس مركز القانون الأستاذ عمر الجهني. أهلا يا أستاذ عمر. أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا مرحبا أخوي. حياك يا سيدي. إيش المبرر لإغلاق مثل هذه الكلية برأيك؟ أنا أول شيء الصوت ما هو واضح عندي زين، يعني يا ليت شو الكنترول تسمعني؟ يا أسمعك ضعيف شوي. طيب إيش المبرر لإغلاق مثل هذه الكلية يا أستاذ عمر؟ بصراحة لا يوجد مبرر مقنع. المبررات كلها مبررات غير مقبولة. لذلك احنا عندما تواصلوا معايا المتضررات وتواصل معايا بعض من أولياء الأمور، وجدت أن الخطاب الذي رفع من قبل مدير أو عميد الكلية هو الاعتذار للطالبات بنين وبنات بأن هناك عدم القدرة للكلية على الاستمرارية، وأحيانا يخرج خطاب آخر بأن المصلحة العامة، وأحيانا في أخبار أخرى تقول بأن هناك اجتماع حصل بين المحافظ، هذا حسب ما ذكره الطالبات والطلبة، أن حصل اجتماع بين المحافظ وبين مدير المستشفى وبين رئيس مركز الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأخرجوا قرار بإغلاق هذه الكلية. وما أساءني والله هو التهاني اللي أنا وجدتها على مواقع التواصل، بأنهم كانوا يتواصلون وبينهم تهاني أن أغلقت كلية لينكولن، بأي سبب أغلقت ولماذا أغلقت ولماذا المباركة والتهاني، هذه أنا لا أعلم. طيب أنا أقول لك أنه عشان الموضوع هذا من عن لينكولن، إحنا حاولنا نجيب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويعني كالعادة بصراحة ما يزعلون منه أنه ما تجاوبه، وأنه مسافر وأنه رايح وجاي، ما في أحد يعني يرد من المؤسسة لأنه الموضوع هذا يختص في المؤسسة. لكن أنا معي واحدة من الطالبات من الأفلاج كانت في كلية لينكولن، اسمها أميرة. أهلا يا أميرة. أهلين أخوي عبد الله. وش اللي حصل معاكم أنتم في الكلية؟ إيش اللي أنتم شفتوه ولاحظتوه في الفترة الأخيرة؟ في البداية أنا راح أتكلم باسمي وباسم كل طالبات كلية لينكولن. في البداية أنا ما أعرف أوجه أصحاب الاتهام لمين، لكلية لينكولن أو لمجتمعنا. أول ما افتتحت الكلية كان في ترحيب من المحافظ وجميع مسؤولين الأفلاج. تمينا سنة كاملة وثلاث شهور، خلصنا سنة تحضيرية كان لغة إنجليزية، وأخذنا شهادة عالمية من جامعة كامبرج، وتخصصنا في إدارة الأعمال. بعد ثلاث شهور أنجزنا مشروع كبير على مستوى المحافظة اللي هو بازار إكسبو، وحقق نجاح مرة هائل كبير، وكان الحضور أكثر من 3000 زائرة، مع أنه فقط بس يوم واحد. طيب وش أحسن من هالإنجازات اللي أنتوا قاعدين تسوونها؟ ليش زعلانين بعض الأهالي زي على بناء على كلامك؟ للأسف بعض المسؤولين اللي في مجتمع الأفلاج يرفضون أي تطور يكون للبنات أو الأبناء المحافظة، يعني هم مثل المسيطرين عليها بعض المسؤولين. وبعد أسبوع تجينا العميدة تقول لنا بنات I'm sorry the college is closed. طيب ليه؟ وش السبب؟ تقول لنا بسبب المجتمع. طيب أنا وش ذنبي أنا كطالبة تضيع سنوات عمري سنة ونص في الأخير تقولوا لي مسكرة بسبب المجتمع؟ طيب خليك معي يا أميرة، إيش الإجراء اللي ممكن يتخذ يا أستاذ عمر في هالحالة؟ الإجراء إن في عندنا قوانين للكليات الأهلية، ويجب أن يحاسب عليها عميد الكلية أو صاحب المنشأة اللي افتتح المنشأة هذه الكلية، سواء شركة تضامنية أو أي كان. في عندنا بنود أخي لازم إحنا نعرضها الآن، اللي هي أول حاجة أن الكلية تجاوزت أشياء كثيرة من النظام. أول حاجة السجلات، الكلية قامت بعمل عقود للطالبات وسحبت هذه العقود، ووقعت الطالبات تعهدات، وهذا إجراء غير قانوني، بأنهم لا يسحبون ملفاتهم
ولا ينتقلون إلى أي كلية أخرى لمدة 3 سنوات، وهذا عقد احتكاري يعتبر. الشيء الآخر، الكلية، الإدارة الكلية، أنا أتكلم عن الكلية الآن لكن فيه أيادي أيضا خارجية سوف أتطرق لها. أن الكلية أيضا لم تسلم الطالبات أي أوراق رسمية تثبت استمراريتهم في هذه الكلية من عدد ساعات أو السجل الأكاديمي أو العقود المادية. وعندنا في المادة 13 أن يجب لكل كلية أن تكون عندها سجلات وملفات وبطاقات للطلبة، وأن سجلات وملفات وبطاقات للرسوم والواردات والصادرات، وأيضا عنده سجلات وملفات لحفظ المعاملات الخاصة بإدارة الكلية وسجلات الموظفين والموظفات والأكاديميين. طيب، في هذه الكلية أستاذ عمر، عشان نكون يعني مباشرين، أخواتنا اللي في الأفلاج وأخوانا اللي في الأفلاج توعدهم بعودة لينكولن لهم من جديد؟ لا، ما نعدهم. أنا أشرف على القضية. لا، أنا أشرف القضية في 3 محامين سوف يقوم بالترافع، وأنا رابع معهم بإذن الله عز وجل. الله يوفقكم. لكن بس أنا عندي شيء واحد، إحنا نبغى نعرف بس سبب إغلاق هذه الكلية. ما هو إحنا أصلا اليوم قلنا نفتح الموضوع عشان نسأل عن السبب. ما وجدنا السبب. إحنا نطرح الموضوع والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستطيع ترد، لأنها هي المشرفة على لينكولن وغيرها أيضا من الجهات. طيب، ممكن في دقائق بس، أنا أعرف أن الوقت لا يسمح. أنا بأتكلم عن المادة 14، أن الكليات إذا فتحت تفتح على النظام، إذا تم الإخلال بهذه المواد. أيوة، يتم إنذار الكلية. يتم عند مخالفة الكلية للوائح الكليات الأهلية يتم الإنذار، والإنذار بإزالة المخالفة خلال مدة تحدد. الشيء الثاني، استمرار المخالفة بعد المدة المحددة في الإنذار يتخذ بحقها إجراء آخر، اللي هو وقف القبول في التخصص، وقف القبول في الكلية لمدة عام دراسي، إغلاق الكلية وسحب الترخيص. يعني إغلاق الكلية هذا آخر الخيارات، ما يعتبر حتى خيار مفعل. طيب أستاذ عمر، الله يوفقكم. يعني 140 أستاذ، يعني 140 طالب الآن، لما يجي مثلا مدير الكلية ولا العميد حق الكلية يقول نأسف للقلق والشعور الكآب التي ينتابكم، نحن نريد إغلاق الكلية، من تريد أن تستمر معنا؟ يعني أشكره على هذا الرأي والاقتراح، أن تستمر في أحد الكليات الخارجية، يعني أنت تسجلين بجدة وبعدين أقول لك روح أدرس بالرياض، هل هذا منطق؟ لا، لأن هم قاعدين الآن عندهم أظن في القطيف، أظنهم يبغون يودون، يعني يطلعون من الجدة إلى الرياض أو القطيف أو جد، يطلعون من الأفلاج إلى هذه المدن، مش عارف أنا كيف الفكرة. بس أنا ودي أسأل أميرة، وش مطالبكم الآن أنت وزميلاتك عشان بس نقفل هالقضية؟ طيب أخوي، في نقطة مهمة. إحنا كطالبات تعرضنا لتشويه سمعة وكلام كثير وافتراءات من مجتمع الأفلاج بدون أي تثبت. عاد هذا أميرة، بس هنا لازم نوقف. الأفلاج هم أهلك وأهلي وإخواني وإخوانك، فيعني إذا كان في مشكلة مع شخصين ما يعتبرون أنهم من يعني نسيء للمنطقة كاملة. أنا ودي أعرف مطالبكم مباشرة من الكلية. مطالبنا من الكلية اليوم، الكلية يعني للأسف الكلية قلبت ضدنا فجأة بعد ما طلع القرار، فصارت تسحب ذاها، صارت تطرد البنات من الكلية بسبب أو بدون سبب، وتخليهم يوقعون على ورقة أنهم هم مفصولين بسببهم، هم بسبب غيابهم. وإحنا نطالب الكلية ونطالب أي أحد مسؤول. طيب، عن إغلاقها، إن ترجع الكلية. طيب، وتخلص سنوات الدراسة كاملة. أميرة، كم بقالك أنت، بس باختصار كم بقالك أنت في دراستك؟ باقي لي 6 شهور. يعني خلاص تخصصت بس. أيوة، المفترض أكمله. حرام يعني هلأ التخصص واللي وصلتي له أنه الآن تغلق الكلية. من الأفلاج الأخت عبير، أميرة شكرا لك، واحدة من طالبات كلية لينكولن، شكرا جزيلا لك. وأيضا من جدة المستشار القانوني ورئيس مركز القانون الأستاذ عمر الجهني، الله يوفقك أنت والأربعة اللي معاك يا سيدي، والله يكون بعونكم يا سيدي. شو قال أخي؟ شكرا، حياك الله.